السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله رايحين نديروا حلوه جافه على شكل امسايس بديكور شباب. راح تشوفوا معايا الوصفه باسهل طريقه وابسطها ومقادير بسيطه. وزمان كنا نديروهم بالجوز ونسموهم مسايس الجوز، ولكن راح نديرهم بالكاوكاو. راح قبل هذا نبداو نصلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق. راح نبدا في الوصفه بسم الله. انا واش عندي، راح نشوفوا المقادير. ديت 125 غرام زبده ورشه تاع الملح ولا قرصه تاع الملح، شوفوا معايا. ورايحه ندير معاها نص كاس سكر، شوفوا معايا هنا نص كاس كوكو كنت رحيته، نرحيه وندي نحمصوه ونرحوه. نص كاس سكر كريستاليزي سكر عادي، وعندي زوج حبات بيض لافاني والساشي تاع خميره تاع الكاطو والفرينه باش نلايمو العجين. شوفوا هنايا راني نعطي لكم، ديت 125 زبده مع القرصه تاع الملح، نزيدوا عليها زوج حبات بيض كاملين نكسروهم على هذيك الزبده والورشه تاع الملح. نزيدوا عليها نص كاس سكر عادي، شوفوا معايا. وهنايا رايحين نخلطوا بالباتور باش يذوب معانا السكر. كما نعرفوا السكر الحرش ولا السكر كريستاليزي يشد لنا وقت باش يذوب معانا. وهنايا الزبده حاولي انك ولا المارغرين تديها بحراره المطبخ باش ما تغلبكش كي تبداي تخلطيها. راح نخلطوهم مليح، شوفوا معايا، خلطي بالباتور حتى اللي هذيك الزبده شوفوا معايا تنقص شويه من هذيك الكثافه تاعها، وتزيد السكر تاعنا يذوب معاه. ورايحه نزيد ثلاث مغارف اكل تاع الزيت، نديروا المغرف الاولى ونخلطوا، ونزيدوا المغرف الثانيه ونخلطوا، ونزيدوا المغرف الثالثه ونكملوا بالخلط. هنايا حاولي انك الزيت ديريه على دفعات ما ديريهش على ضربه. شوفوا نزيد المغرف الثانيه ونخلط ونكمل بالمغرف الثالثه، دائما مع الخلط نخلطوا بالباتور. شوفوا معايا ديري بهذا الشكل ونكملوا نخلطوا، ونزيدوا لافاني. هنا حاولي انك ديري مغرف تاع لافاني، ونزيدوا عليها نص كاس تاع الكاوكاو كيما قلت لكم محمص وخلي فيه شويه تاع القشور عادي، ونكملوا نخلطوا بالباتور. شوفوا معايا نخلطوا مليح بالباتور ونحيو صاي. هنا نحي الباتور ونزيد الفارينه وندير معاها ساشي تاع الخماره تاع الكاطو ولا تاع الحلوى وزن 10 غرام. نلايمو العجينه عادي كيما تلايمي عجينه الصابلي، فقط بالاصابع نلايموها حتى تولي عندنا عجينه طريه. حاولي انك ما تيبسيش العجينه. شوفوا معايا اشاك فوا تبداي تزيدي في الفارينه، وهذا هو القوام اللي رانا حابين نوصلوا ليه. المهم العجينه تكون طريه. راح نخليها بتيه ونوجدوا ليمول ولا موس سيليكون اللي حان نخدموا فيه. انا عندي هذا ليمول تاع الانديفيديوال وعندي هذا ليمول تاع السيليكون. شوفوا معايا هنايا ندي من العجين وندير حربوش بهذا الشكل، حاولي انك ما تغلطيهش ونديروه باش يدير لنا الشكل في المول. هنايا حلوى جافه عاديه ماهيش حلوى تاع ضياف ولا باش ديري لا فينيسيون ولا، باسكو رايحين نغطوها بالمعجون والكاوكاو ماهيش راح تبان معنا هذوك لي ديفو. سينو كنا رايحين نديروها حاجه تاع بريستيج ندرقو هذوك لي ديفو، هنايا ماشي مشكل. شوفي تدي معايا حربوش عادي، حاولي انك ما تخشنيش ولا تغلطي، باسكو انا دايرين ساشي تاع خماره تاع الكاطو، ونديروه في المول باش يدينا هذاك الشكل. شوفوا معايا بهذا الشكل، ميم هذوك الليمول انديفيديوال نديروهم بنفس الطريقه. شوفوا معايا نزيد معاكم حبه، شوفي تبداي بيدك تحربشيها وتنقصي كي تشوفيها ما تجيكش في المول بهذا الشكل، وتكملي تلصقي الطرف مع الطرف بهذا الشكل وتخليهم بجهه. دوكا نشوفوا معنا هذوك الليمون انديفيديوال بنفس الطريقه، تنحي العجينه وتحربشيها، ديري حربوش صغير وتحكمي هذو الليمون. هنايا الا كانوا الليمون عندك يلصقوا ديري لهم الزبده ولا بنسيلهم الزيت وتبداي تعمري فيهم.
العجين بهذا الشكل. وهنايا الفوغ رانا مسخنينو على اقصى درجه، ومن بعد كي ديريه نقصي للفوغ باش يطيب لنا الكاطو، يدي لنا تحميره باش يجينا بنين. وهنايا ملاحظه، حاولي انك كي طيبيه المول اقل به للجهه الاخرى وديريه في الكوشه بهذا الشكل. شوفوا معايا هنايا راه طاب معايا. هنايا ملاحظه، اللي ما عندهاش مول سيليكون ولا اللي مول هذوك انديفيديوال، ديري حربوش عادي ودوريه وغلقي عادي، ماشي شرط انه يكون عندك هذا المول. فقط حاولي انك تدي ميزان تاع العجين نفس الميزان باش ما تجيكش حبه كبيره على حبه. شوفوا معايا هنايا كيفاش ادانا التحميره، شوفوا هذو تاع المول. وعندي المعجون والكاوكاو كنت رحيته وحمصته ورحيته بالقشرة عفوا، وديت المعجون ندهن ولا نطلي كامل الحبة بالمعجون بهذا الشكل، ومن بعد نرمدوها في الكاوكاو. شوفوا معايا هنايا ديريها في الكاوكاو، نقرب معاكم الطبسيبة تشوفوا معايا عادي بطريقة بسيطة. حاولي انك في الوسط هذيك الثقبة تعمريها بالكاوكاو، باسكو من بعد كي نديرو لي سيغيس باش تجينا هذيك الحفرة ما تجيش كبيرة وتجي فيها حبة السيغيس. شوفوا معايا نكمل نطليها كامل بالمعجون من الداخل، شوفوا بهذا الشكل، ومن بعد رايحة نرمدو في الكاوكاو. هذه طريقه بسيطه، حلوه جافه للقهوه، ماشي شرط انك راح تكلفي روحك، كاوكاو فقط يكفي. حاولوا ان النوعو ماشي فقط حلوه جافه تاع الكاطو، نديرو كاطو وصاي. شوفوا معايا امام هذيك الثقبه كيما قلت لكم ديروا فيها الكاوكاو كشغل باه تدينا حجم، باش كي نديروا حبه السيغيس راح تجينا سوا سوا. نكمل انا كامل الحبات اللي عندي بنفس الطريقه، وراح نشوفوا الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. شوفوا معايا هنا شكله بعد اللي كامل درت له المعجون والكاوكاو. هنا قادره غير هكا وترشيه بالسكر غلاس ولا تخليه عادي سامبل وتحطيه. راح تشوفوا معايا انا التزيين الاخير كيفاش زينته، عطاه شكل بزاف شباب. شوفوا هنايا كي درت له هذيك لي سيغيس كونفي ودرت معاه هذوك لي تيج تاع حب الملوك، عطاولو شكل بزاف هايل، مام الكو تاعو ولا البنة تاعو بزاف شابة. صدقوني وصفة تصلح لكامل الحلويات الجافة، اعتمدي هاد الوصفة، قادرة ديريه الشكل اللي حبيتي. شوفوا نقسم معاكم حبة، شوفوا كيفاش يجي طري، شوفوا كيفاش يجي مثقب وخفيف، باسكو الكاطو الى ما خدمتيش بالاصابع راح يجيك لك ويجيك يابس وما يجيش خفيف. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الوصفة تاعنا اليوم تكون عجبتكم، وما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق سيغتو جيم باش يطلع معنا الفيديو ويوصل لعدد أكبر من المشاهدين. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، سلام.